اهلا بحضراتكم من جديد. غدا ان شاء الله الجمعه مباراه الاهلي وطنطا على طريق تصحيح المسار الكروي. الاهلي ماشي الموسم بشكل جيد جدا، نتائجه حتى وان كان فيها جدول مضغوط جدا كانت ماشيه بشكل كويس، لكن جاءت النتيجه الاخيره لمباراه الاهلي مع المقصه علشان تحدث هذه الهزه في الاداء والنتيجه. صحيح انه الفريق ما كانش موفق، صحيح انه الحظ تخلى عنه في اكتر من فرصه، لكن في النهايه خسر الاهلي المباراه، وبالتالي اصبح مطالبا مع في مباراته مع طنطا غدا الجمعه ان شاء الله بتصحيح هذا المسار الكروي واستعاده نغمه الانتصارات ان شاء الله. مباراه بكره الجمعه الساعه 5 ضمن منافسات الاسبوع ال 13 وهتقام باستاد غزل المحله. الاهلي حاليا قبل هذه المباراه عنده 25 نقطه من 10 مباريات، وصل للمركز الثاني وما زال له مباراتين مؤجلتين مع النصر ومع المقاولين، فوزوا بيهم ان شاء الله يصعد به لصداره المسابقه. طنطا عنده 12 نقطه وعنده عروض جيده الحقيقه في بعض المباريات، نتائجه ما بتعبرش عن شكل الاداء بتاعه، لكنه خالد عيد كان عامل معاه موسم جيد جدا لغايه لما قدم استقالته، تولى المسؤوليه الكابتن اسامه عرابي ومعاه الكابتن ياسر ريان، يعني جهاز فني اهلاوي بيواجه الاهلي بكره ان شاء الله. طنطا حاليا بال 12 نقطه بيحتل بيهم المركز الخامس، الاهلي فاز 8 مباريات وتعادل مباراه واحده وخسر مباراه واحده، بينما طنطا فاز في مباراتين وخسر 6 ماتشات وتعادل 4 ماتشات. لعب مبارياته كلها؟ اه. مباريات الاسبوع ال 13 ايضا النهارده امبارح طلائع الجيش فاز على الرجاء 2-1، المصري تعادل مع الداخليه 1-1، وانبي فاز على الانتاج الحربي 2-0. المقصه اللي قال لك ده قاهر الكبار كسب الاهلي وكان كسب الزمالك، النهارده او بيخسر من النصر الصاعد هذا الموسم للدوري او العائد للدوري بيخسر 4-1. هزيمه استاذ ابراهيم غريبه. دعني اقول لك ان انا كنت شاعر ان هيحصل ضروب كبير للمقاصه في هذه المباراه. وانت لو تلاحظ كل الفرق اللي بتلاعب تحديدا الاهلي والزمالك وخاصه النادي الاهلي بتيجي بعديها بماتش بالاداء بيهتز جدا وقد تتعثر. ليه؟ ليها اسباب من وجهه نظري. ان اولا بيبقى الشحن المعنوي زائد عن الحد. اللاعب عايز يعبر عن نفسه فوق الطاقه. فبيجهز نفسيا وبدنيا بكل الوسائل اللي تخليه يؤدي، وحط تحتيه 10 خطوط. يؤدي باكتر من طاقته. طب استاذنك هنرجع للجزئيه ديت، يعني في مكالمه ولا ايه؟ لا لا انا هقول لك بس عشان استقبال حافل للاهلي في المنصوره واللقطات بتاعته، لكن انا هرجع معاك بمعلومات تفصيليه في جزئيه دي لقطات لوصول بعثه الاهلي الى المنصوره. بصوا جمهور الاهلي في الدلتا، جماهير الاهلي هيبات في المنصوره ويتحرك منها بكره ان شاء الله للمحله، فهذه الجماهير حول فندق الفريق في المنصوره. هتسمعوا الصوت. الجمهور عايز يشوف اللعيبه فبيهتف 1-2. اللعيبه فين؟ اللعيبه اللي انا قلت لكم عليهم اللي الكابتن حسام البدري خدهم اللي الجمهور بيسال عليهم، شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى. اللعيبه بدات تطلع لهم من البلكونه علشان يحيوهم، وباسم علي وايمن اشرف ومحمد نجيب وصبر رحيل واحمد فتحي وعمرو السوليه وعبد الله السعيد واحمد الشيخ وازار وجونيور وهاني ومؤمن، كله بدا يطلع يحييهم، واحمد ريان وميدو جابر ووليد سليمان وباكا واحمد حمدي. دول ال 21 لاعب اللي موجودين في البلكونات بيحيوا الجمهور في فندق الاقامه بالمنصوره.
الكابتن حسام البدري عمل محاضرة 30 دقيقة للعيبة قبل التمرين وقبل السفر إلى المنصورة علشان يشرح لهم فكرته عن فريق طنطا وعناصر القوة والخطورة في الفريق، وعلشان يحس اللاعبين على أهمية المباراة وإنه الفريق لازم يستعيد بسرعة انتصاراته وسعيه للصدارة بإذن الله. حسام